في الأيام القليلة الماضية عرفنا أن هناك قانونا جديدا للمرور الحكومة جهزته، مفروض هيروح للبرلمان ويتم مناقشته. هل احنا محتاجين قانون جديد للمرور؟ طب القانون القديم ماله؟ طب ايه أبرز النقاط في قانون المرور الجديد؟ هل هيحل المشكلة؟ طب وهل المشكلة بتتحل بقانون ولا بحاجات تانية؟ واحنا بنجهز للفقرة ما خدناش وقت كتير عشان نختار الضيف اللي هيعلق عليها. في وجه محبب لينا كمصريين بيطلعنا على شاشات التلفزيون المصري وعبر ايضا اثير الاذاعة، وهو اللواء احمد عاصم. لواء احمد عاصم خبرة كبيرة جدا في المرور. اتفقنا مع انه يجي النهاردة ويعلق لنا على قانون المرور الجديد ويفصصه بطريقته المحببة لنا. خلوني أرحب بضيفي الكريم اللواء أحمد عاصم، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالمرور سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وشكرا على المقدمة اللي سيادتك قلتها. بداية طبعا بنعزي نفسنا وبنعزي المصريين وأسرة الشرطة وأسر الشهداء، شهداء الواحات، وتغمد الله الفقداء كلهم بواسع رحمته بإذن الله، ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. في البداية سيادة اللواء، هل إحنا محتاجين قانون جديد للمرور؟ والله احنا عايزين نفرق في البداية ما بين مشكلة المرور والانضباط المروري. مشكلة المرور حلها ايه؟ والانضباط المروري كيف يتحقق؟ مشكلة المرور حلها ان انا اعمل قانون المرور جديد؟ لا. الانضباط المروري حله ان انا اعمل قانون جديد؟ لا. انا لو عايز احقق الانضباط المروري من بكرة ممكن احقق الانضباط المروري بايه؟ بتفعيل المواد القانونية اللي موجودة، اضافة الى الوجود الحقيقي الإيجابي لرجال المرور، إضافة إلى الالتزام الكامل بكل الأساليب العلمية والتكنولوجية المحدودة الآن واللي من المنتظر أنها تزداد خلال المرحلة المقبلة. كل الكلام ده أعمله يبقى فيه ضمير، يبقى فيه حركة، يبقى فيه مرونة، يبقى فيه درجات نارية، يبقى فيه تعزيزات بالنسبة للدرجات النارية، يبقى فيه تصميم وإرادة وتقدير للمسؤولية من قبل كل الجهات المعنية، مش وزارة الداخلية فقط. وزارة الداخلية دايما هي اللي في الصورة. لا، ما المرور داخلية ست اللي هو. انا ما قلتش حاجة. لا، ده المرور محليات والمرور وزارات والمرور اعلام وثقافة وتوعية ووعي وهندسة طرق ووزارة نقل. المرور حاجة كبيرة قوي، مش مجرد ان احنا نقول عسكري المرور وامين الشرطة وضابط المرور. ابدا ابدا. طب من خلال آخر واحد ممكن ان هو يسأل عن مشكلة المرور هو رجل المرور، دي حقيقة. وان كان دوره المفروض ان هو يفعل، المفروض ان هو يكون اكثر ايجابيه، المفروض ان هو يكون اكثر مرونه واكثر حركه، والمفروض ان هو يعتمد على افكار غير تقليديه، افكار تقدر انها تحرره من الـ 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 الكادر اللي احنا بنشتغل فيه او اللي احنا بنتحرك من خلاله الى طريق اخر، نخرج خارج الصندوق. الكلمه الدارجه دلوقتي زي ما بيقولوا، نخرج بره الصندوق. احنا عايزين نخرج بره الصندوق عشان نحقق المرور الراقي المحترم في اطار من التدريب والثقافه والوعي والارتقاء بالثقافه والوعي المروري. كل ده من شانه ان هو يحرك الشارع المصري للافضل والاحسن، في اطار ان انت دلوقتي شغال في مشروعات وبتطلع انجازات وعامل شغل هايل على شبكه الطرق المصريه والمشروع القومي للطرق اللي من المنتظر الانتهاء من كافة المشروعات القومية والمشروع القومي للطرق في النصف الأول من 2018. طب لا، خليني أرجع لأصل المشكلة من خلال خبرتك المرورية. إيه هي مشكلة المرور في مصر؟ مشكلة المرور في كل المنظومة المرورية. في القانون وعدم تفعيله. القانون موجود لكن لا يتم تفعيله. غير مفعل طبعا. احنا كلنا، ما احنا الشارع المصري ما هو شارعنا. وبنتعامل مع الشارع المصري يوميا على مدار 24 ساعة، معاناة ما بعدها معاناة. في اطار ايه اللي احنا برضو بنأكد على ان المشكلة مش مشكلة وزارة الداخلية ومشكلة ادارة المرور فقط، لا، ده منظومة كاملة في سلوك
سلبي، والسلوك السلبي بيجب السلوك الايجابي. لا، احنا عايزين نسعى كلنا ان احنا نحقق سلوك سلبي من القائد السير، السلوك السلبي من المسؤول ومن المواطن، الاثنين مع بعض. سلوكيات سلبيه طبعا طبعا، اصل احنا مش هنقدر نطلع ونتكلم كلام كده من خلال هذه المحطه المحترمه. لا، احنا كلامنا لازم يكون في اطار من الصراحه والوضوح. طب نبدا والشفافية. بالمسؤول المرور، نبدا بالمسؤول. احنا بنقول ان احنا ما زلنا بنعتمد على الافكار التقليديه. بمعنى زي ايه؟ بمعنى اولا الوجود الفعلي لرجال المرور قل كتير جدا كتير جدا. بقينا بنعتمد على الكاميرا. يا ما هو لو انت بتعتمد على الكاميرا والكاميرات موجوده بالكم اللي انت عايزه، يبقى احنا بنعتمد على الاساليب العلميه والتكنولوجيه ويبقى زينا زي دول العالم المتقدم، وده شيء جميل. لكن انت لسه لم تصل بعد الى هذه الدرجه. بنعتمد على الفرد اللي واقف، بنعتمد على الفرد ده ان وقف. خلي بالك ده ان وقف. احنا بنحترم كل رجال المرور، لكن هناك الكثير من المناطق عايزه ساعتزات اكتر. بنحترم جهودهم لكن مطلوب جهد اكبر. بنحترم تفعيلهم للقانون لكن عايزين تفعيل اكتر. ليه؟ لان الشارع المصري حاليا احنا في ثوره تغيير. ثوره التغيير المصريه بتتطلب ان كل واحد لازم يقف وقفه مع نفسه. المواطن يعدل من سلوكياته، الضابط، الامين، الجند المرور، الكل لازم يقوم في اطار منظومه مروريه ايجابيه نقدر من خلالها ان احنا نرتقي بالشارع المصري. لابد ان احنا نعتمد في كل افكارنا على الفكر بقى الغير التقليدي. حتى احنا بنستشعر من القياده السياسيه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كل خير، وبنامل فيه كل حاجه هتودينا ان شاء الله الى بر الامن والامان والاطمئنان. انطلاقا من ايه؟ انطلاقا من ان هو يقول لك ايه، انا عايز اطلع المشروع ده من الاخر. العاصمه الاداريه الجديده تخرج في احلى صوره وفي اعلى تقنيات التكنولوجيا الكلام ده كله ليه؟ عشان تقدر ترتقي بالإنسان المصري وترتقي وترتفع إلى قامة وقيمة المواطن المصري. ده كله من خلال إيه؟ إنك لازم لما تعمل حاجة تعملها صح. بالنسبة للطريق وشبكة الطرق، لا، أنا مش عايز طريق لمجرد إن أنت ترصف طريق وطبقة أسفلتية ويمشي بالعربيات. سيادة الرئيس قال لك إيه؟ والكلام ده كلام يعني أنت شفت، خليك مع سيادة رئيس الجمهورية واعرف هو بيفكر في إيه؟ ولو احسن اختيار معاونيه ومستشاريه من الوزراء و و و والكلام ده كله، وبعدين المديرين و و، وانت نازل كده هتبص تلاقي الوجه اتغير تماما. بس افهم البعد بتاع سياره الرئيس والقياده السياسيه. نروح ابعاده بيتكلم على الطريق، لازم يكون فيه مرافق، لازم يكون فيه خدمات على الطريق. ما تطلعليش طريق كده من غير محطات وقود، ما تطلعليش طريق من غير نقط اسعاف او 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 او. قص على ذلك بقى الكاميرات والتكنولوجيا والكلام ده كله. عشان كده احنا بنقول ان المشروع القومي للطرق اللي هيخرج الى النور وهننتهي منه تماما في النصف الاول من 2018، ده بيخرج باعلى تقنيه، بيخرج بمواصفات عالميه، بيخرج بشكل كامل. نتمنى ان المحليات وجهود المحليات خلال الفتره المقبله من خلال التحديث والتطوير والرصف انها تقدر تتواكب وتتعايش مع الطرق السريعه اللي حركه المرور هتيجي من خلالها حركه متدفقه وهائله، هتخش على شرايين مروريه، هتقدر تستوعب الحركه ولا مش هتقدر؟ كل الكلام ده كله المحليات عامله جهد، نتمنى الاستمرار. طب ماذا عن الطرق القديمه؟ يعني هضرب لك مثال زي الطريق الدائري مثلا، لم يتم تطويره. الطريق الدائري عليه تريلات وعربيات، يعني الدنيا زي ما بيقولوا هردبيس. من كام يوم اتصل بيا الفنان الكبير محمد ثروت، مراته عملت حادثه على الدايري، عربيه خبطتها، مفيش نقطه اسعاف اتحركت، اتصلت بجوزها، جاء طلع عندها ردود. الكلام ده بيحكي لي على موقف هو مش شايف حد جنبه. طب انا كمواطن لما اتعرض بحاجه زي كده على الطريق الدائري، طب اروح لمين؟ بالنسبه للطريق الدائري الحالي احنا بنتكلم في طول 100 كيلومتر. بنتكلم في الطريق الدائري الاوسطي بعمق وبعد عن الطريق الدائري الحالي ب 20 كيلومتر، طوله 200 كيلومتر. الطريق الدائري الاقليمي على بعد 20 كيلومتر عمق مع الطريق الدائري الاوسطي بطول 400 كيلومتر، يعني 100 200 400. ثلاث دوائر. لما بنتكلم على الطريق الدائري الحالي ما فيش شك ان الاداره او الهيئه العامه للطرق والكباري سيادة اللواء عادل ترك عاملين شغل جميل جدا، وانا على فكرة من قال لاخر معاهم وفي عاملين شغل جميل على الطرق الجديدة. لا، الطرق على الطريق الدائري وكافة الطرق. لكن انا بتكلم في حتة ايه، الطريق الدائري انتقل نقلة
مع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق، واستمرت هذه النقلة ومستمرة لحتى الآن، لكن حتة الصيانة قلت شوية، عايزين نزودها شوية على شبكة الطرق المصرية بشكل عام وعلى الطريق الدائري اللي حضرتك بتتكلم عليه بشكل خاص، لأن بدأت دلوقتي ترجع الغرز تاني اللي على الجانبين، وبدأنا برضو نشوف ايه لو تريلات ركن على الجنب، المتابعة قلت شوية، لكن انا اعتقد ان في اطار المسؤوليات الخاصة بشبكة الطرق واللي المطلوب انها تخلص في توقيتات او في مواعيد محددة، اعتقد ان ده مقلل شوية من حتة الصيانة والمتابعة بالنسبة للشبكة اللي هي خاصة او متمثلة في الطريق الدائري. نتمنى ان شاء الله ان في اطار من المتابعة، لان دي مشكلتنا على فكرة ومشكلة المصريين، ان احنا نعمل حاجة جميلة جدا وما نعملهاش صيانة، نعمل حاجة جميلة جدا وما فيش متابعة وما فيش او تقل المسؤولية او تقل عملية تقدير المسؤولية او المسؤوليات بشكل عام. كل الكلام ده كله بيضيع الجهد اللي احنا عملناه. لا، احنا عايزين نغير نفسنا، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايزين نغير اللي بنفسنا، وعايزين نغير طبيعنا او سلوكياتنا السلبية ونخليها ايجابية، ونقدر ندفع المسيرة للامام، ونقدر ان احنا نتحرك التحرك اللي يقدر يتواكب مع فكر القيادة السياسية. خلينا نروح لقانون المرور الجديد. لماذا قانون جديد للمرور؟ طب ما تخليني انا اسالك السؤال ده. ما تخليني انا ما اعرفش هو القانون القديم. عشان اجاوبك يعني. ما دي مشكلتنا على فكره، انا اعرف بس القانون القديم في الرادار. ما هو دي برضه مشكلتنا، هو يقف يشقط منك ال 150 جنيه. انت حضرتك برضه رحت لحته مهمه جدا. بتقول ان انت ما تعرفش القانون القديم ايه حتى. عملية الثقافة المرورية وتدني الثقافة المرورية وكل الكلام ده، كله انا بلبس الحزام بشوف السرعة 100-120 ملتزم وخلاص. الكلام اللي حضرتك قلته ده حقيقة. في كتير مننا ما يعرفش قانون المرور، ولا يعرف بس حاجة اسمها قانون المرور، لكن القانون بقى وتفاصيله ايه ما يعرفش. طيب الكلام ده كله بيأتي في اطار ايه بقى؟ في اطار ان هو يعني عدم تقدير مسؤولية، برضه زي ما انا قلت لحضرتك في الاول، ده اضافة الى النواحي الفوضوية اللي كل يوم بتزداد يوم عن يوم عن يوم عن يوم، والفكر ما زال تقليدي. احنا لو عايزين نعدل بجد، لو عايزين نعدل بجد، لازم نفكر في حلول غير تقليدية. طالما احنا لسه ما خرجناش وهنروح للقانون المرور الجديد، لكن برضه انا اعتقد برضه لسه معانا شوية وقت، فبنتكلم وبنقول انت عشان تخرج بفكر غير تقليدي لازم تخرج من اطار امين الشرطة والعسكري. ده في رأيي الشخصي، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود اي قضية. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في ضرورة الدفع بالقطاع الخاص. ايه المانع؟ وكنت على اتصال ازاي ومداخلة تليفونية مع احد رجال الاعمال. قال لي انا على استعداد ان انا اجذب العناصر الشابة والعناصر وبعض العناصر النسائية، ومن خلال شركات تقدر انها تدير الحركة وتساعد الإدارة المرورية المختصة في عملية تنظيم حركة المرور وفي عملية المخالفات ورصد المخالفات. كل الكلام ده كلام مهم. القطاع الخاص ممكن يدخل في حاجة زي كده؟ طبعا مهم جدا. ده حصل بره؟ ده قالك ايه؟ ده قالك انا هجذب هذه العناصر، ومن خلال جذبي لهذا العناصر حديهم دورات من خلال مراكز مرورية متخصصة احنا كرجال اعمال ممكن نعملها، ويبقى فيه تدريبات وفيه ثقافه وفيه رقي، وهياخدوا مرتبات جميله جدا اضافه. طب والراجل رجل الاعمال ده هيستفيد ايه؟ يعني بيتعاقد مع الداخليه؟ ما هو هيستفيد ايه بقى؟ يبقى دائره حوار او مائده حوار زي اللي احنا قاعدين عليها كده، وتبقى الجهات المعديه موجوده ونقدر نتناقش ونعمل حوار، ويبقى هدفنا هو الرقي والارتقاء. يعني القطاع الخاص ممكن ان يتدخل ممكن في ضبط منظومه المرور معاونا لوزاره الداخليه. استاذ محمد، احنا لغايه امتى مع احترامنا الكامل على المستوى الانساني لرجل المرور الممثل او اللي احنا بنقول عليه بلغه العامه عسكري المرور، اللي هو بيقعد مثلا 3 سنين، وبعد ال3 سنين بتنقضي او بتخلص مده خدمته وبيمشي، وبيجي واحد تاني علشان تبدا تلبسه بقى بدله وتقلعه الجلابيه وتبدا تعلمه ازاي يتعامل. وفي النهايه خالص خلينا برضو يا صاحبي بنتكلم المصريين، كتير منهم ما يعرفوش هم واقفين فين. دي حقيقه. لغايه امتى هيستمر هذا الوضع؟ ولغايه امتى هيستمر الاداء التقليدي في اداره الحركه؟ ده المفروض قانون المرور الجديد بيعالجه بقى. لا 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 ما عالجوش. لا 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 امال احنا عاملين الفقره ليه؟ لا 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 احنا المفروض احنا كده عاملين اختراع في الفقر. انا يكفي ان انا اقابل حضرتك. لا العفو، لكن مش قصدي، انا قصدي المفروض القانون الجديد يتلافى بقى كل الحاجات. القانون الجديد عمليه القوانين وعمليه ضبط بعض المواد القانونيه
وضبط بعض المواد اللي كان من شأنها برضو عملية التصالح الفوري. لا ما فيش تصالح فوري، هنخش في القانون الجديد، لكن برضو خليني أخلص حتة الضرورة. بس بسريعا علشان السادة المشاهدين عايزين يعرفوا ايه أبرز نقاط القانون الجديد، ويهمهم ان هم يعرفوا اكتر المشكلة فين، وهل المشكلة في القانون ام في تنفيذ القانون؟ المشكلة فين؟ هل المشكلة في رجل المرور وأداؤه؟ ايوه طبعا جزء من مشكلة المرور رجل المرور وأداؤه جزء، وان كنا بنعترف بجهودهم وانهم فعلا بيبذلوا فوق طاقتهم وبيتحملوا ما لا يتحمله بشر، وانا واحد منهم. طيب المشكلة فين في العسكري المرور؟ انا عايز اقول حاجة بس مهمة جدا، عشان في برضو كتير جدا من اخواتي ضباط المرور قاعدين وسمعيني، كتير جدا من رجال المرور او من ضباط المرور بيتاخدوا من الشوارع لخدمات أمنية، يروح ماتش كورة، يروح 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 يروح، ويبدأ بقى أمين الشرطة، الأخ أمين الشرطة أو عسكري المرور أو أو أو. عشان كده إحنا بنقول إن إحنا يبدأ إيه عسكري وأمين الشرطة يعمل إيه؟ إدارة حركة المرور أو الإدارة بديلا عن الضابط. طبعا لأن أنت عندك مجموعة، أنت عندك كم من الضباط بتاخد منه كم كبير جدا في خدمات أمنية، وبقى هيبقى برضه خارج عن ارادتك في اداره في ادار في في اطار اداره التشغيل من خلال مديريه امن. طب حضرتك بتطلب هنا ايه؟ بتطلب ايه؟ انا بطلب ان الاداره المروريه يجب ان تخرج من عباءه مديريه الامن وتروح للمحل الاصلي، الاداره العامه للمرور. نعم. هي التي تبقى صاحبه الاختصاص الفعلي والاداري والفني على كافه الادارات المروريه في مصر العربيه. لكن مديرية الأمن، أيوة يا سيدي، ممكن يبقى لك أنت مجموعة من الضباط، مجموعة من الجنود المدربين زي ما أنت عايز في إطار هذا الإطار، أنت ممكن تنزلهم بقى في خدمات مثلا مرور مسؤولين. هو عدد العاملين بقطاع المرور في الداخلية قد إيه؟ عدد العاملين قد إيه؟ يعني أنا أقول لك، أنا نسبيا في القاهرة مثلا ما بيتعداش 500 ضابط. لكن بالنسبة طب كم فرد أمن؟ لا بالنسبة يعني حدث ولا حرج يعني كم يعني؟ بالنسبة للكم يعني. لكن أنا برضو مش عايز أخش في إطار إحصائيات وأعداد، أنا بس عايز أتكلم في حتة إيه؟ إن أنت لما تشرك القطاع الخاص وتقدر إن أنت تعتمد على بعض العناصر من السادة الضباط، رتبة ملازم ورتبة رائد، يبقى درجات نارية، موتوسيكلات وحركة، ويبقى في محاور مرورية وتبقى مقسمة في إطار خطط وتنظيمات، موتوسيكل رايح وموتوسيكل جاي وحركة موتوسيكلات زي الكونستابل بتاع زمان. إضافة إلى من رتبة مقدم إلى رتبة لواء، يبقى في بقى سيارات مجهزة لاسلكيا، هذه السيارات برضو تبقى سيارات محترمة وفقا للتكنولوجيات وتكنولوجيات العالم في هذا المجال المروري. لما بنتكلم وبنقول الإدارة المرورية، بنقول الإدارة المرورية تبقى الإدارة المرورية، ولكن هذه العناصر الضباط من رتبة ملازم رتبة رائد دراجة نارية، من رتبة مقدم وانت طالع لغاية رتبة سيارات مجهزة لاسلكيا في هذا الإطار، وتعتمد على الشركات الخاصة في عملية تنظيم الحركة، في عملية غرف العمليات يبقى في مشاركات، وعملية الإمكانيات المادية والقوة اللي بيملكها القطاع الخاص أعتقد هيفرق معانا كتير. ده مجرد فكر، وزي ما قلت لحضرتك في البداية الاختلاف في الرأي لا يفسد للود أي قضية. نذهب إلى قانون المرور الجديد، إيه أبرز النقاط؟ أبرز النقاط في النقاط نقاط بمعنى بنقول إن في البداية خالص هيبقى في مراكز متخصصة أو مدارس متخصصة من خلالها ممكن يكون في ثقافة ووعي مروري وإلمام بالنواحي المهارية في عملية قيادة السيارات، ومن خلال اجتيازك لدورة في هذه المدرسة بيدوك شهادة بأنك أنت اكتسبت الدورة بنجاح، وبعدين بتنتقل بعد كده إلى الإدارة المرورية وقسم المرور المختص، من خلال هذه الشهادة برضو هيكون في اختبار آخر بالنسبة لمعلوماتي، وفي إطار برضو الاختبار الثاني بيبقى إما تاخد الرخصة أو ما تاخدش الرخصة في إطار الاختبارات العملية والاختبارات الشفوية. الثقافة المرورية اللي هتاخدها طبعا ده وجه إيجابي جميل جدا. ما كانش موجود في القانون القديم؟ كان موجود بس كان غير مفعل. يعني موجود. طب ما إيه الجديد يعني؟ هيفعل ليه؟ طب ما كان موجود يعني، أنت نقلت مادة تفعيله بس بقى هنا في سؤال وفي وقفة. أنت عندك كام واحد بيطلع رخصة قيادة في اليوم؟ كم واحد؟ كم؟ أنا بسأل حضرتك. لا أنا أقول جايبني شغال في الداخلية. أنت كلك معلومات. أنت هتجيب لي تهمة. أنت كلك. يعني مثلا لو قلنا على مستوى القاهرة هنقول 1000 واحد ممكن؟ مش ممكن نقول. بس هنصحح حاجة، العمل طبعا في الداخلية شرف ليس تهمة، ولكن ده من باب المداعبة مع ضيف الكريم اللي هو أحمد عاصم.
هنقول على مستوى القاهرة هنقول كام؟ قول 1000. ماشي 1000 رخصة. طب على مستوى مصر نتكلم في كام؟ بلاش نروح لمصر، خلينا في القاهرة. 2 مليون لا خلينا في القاهرة سنويا. خلينا في القاهرة. 1000 في القاهرة يعني في الأسبوع بكام؟ 7000. 70000 على أساس في مش 70000 جمعة إجازة. مش 70000، سيبك من الجمعة بقى، مش 70000. 7000. 70 لا 10000. انت 10000 في اليوم بالظبط في 70000. ماشي 70000 تمام. ال 70000 دولت، هل انت عندك مراكز مروريه متخصصه تقدر ان هي تديهم شهادات وتدربهم وخمس ساعات في اليوم وثلاث اسابيع؟ عشان كده لا يفعل القانون ده، الماده مش دي. على كده ده انا بسال بقى السؤال بالنسبه للناس اللي هي هتبحث. القانون الجديد لما يتطبق، مشروع القانون دلوقتي انتقل من رئاسه مجلس الوزراء الى مجلس الدوله. نعم. ومن المنتظر ان ينتقل من مجلس الدوله الى مجلس النواب. هنا في مجلس الدوله عشان يشوف دستوريه المواد القانونيه. نعم. هيخرج مجلس الدوله الى مجلس البرلمان. النواب وهيناقش، وبعدين يا اما يتوافق عليه او لا يوافق عليه. لكن احنا من خلال برنامج حضرتك مش بتوافق عليه كليا، يعني بيبقى فيه تعديلات يعني بتاع بالظبط كده. احنا برضو في ضوء ان احنا بنتكلم والراي وراي الاخر، علشان برضو يبقى الكلام ليك يا جاره، اي مسؤولين يكونوا شايفيننا دلوقتي من خلال انا والاستاذ محمد، او احنا بنتناقش وبنقول، وممكن كلمه ولا كده ولا جمله تروح كده يبقى فيها ثمار كويسه، ده يبقى خير وبركه. فاحنا عايزين نقول، هل احنا عندنا فعلا من المراكز المتخصصه المروريه اللي تقدر انها تلبي طلبات 70000 واحد في الاسبوع؟ بس ده قطاع خاص. انت عندك كام مدرسه معتمده من الاداره العامه؟ مدارس يجب ان تكون معتمده من الاداره العامه للمرور. مش أي انت عندك كام مدرسه معتمده من الاداره العامه للمرور على مستوى مصر كلها؟ عندنا كام مركز واحد في بورسعيد. يا نهار ابيض. طيب انت في مدارس ثانيه كتير غير معتمده، وفي اجراءات انت عايز تعملها، وفي تكنولوجيا انت عايز تزود بيها الطريقه، وفي حاجات كده، وفي تهيئه، لازم تعمل البنيه الاول، وفي تهيئه بالنسبه للشارع المصري، وفي تهيئه بالنسبه للطرق وشبكه الطرق والمشروع القومي للطرق والمشروعات والانجازات والعاصمه الاداريه الجديده، وفي متغيرات. وطلع سياده مدير الاداره العامه للمرور وكان مع الاستاذ هشام الزيني في جريده الاهرام، لو سيادتك تعرفه طبعا. الناس المحترمين. وكان اشار الى ان في 3 سنين هناخدهم ل تهيئة الأجواء وتهيئة الأجواء التكنولوجية للتعامل يعني القانون مع لا يطبق فورا. طب إذا تم اعتماده يعني هيحتاج دلوقتي فترة حضانة 3 سنين. يعني أنت دلوقتي بتقول إحنا قدامنا 3 سنين عشان نقدر إن إحنا نهيئ الظروف أمام تنفيذ هذا القانون. طب وأنت مستعجل ليه على التعديلات ولا القوانين دلوقتي؟ ما تستنى 3 سنين عشان لو كان في متغيرات ما نجيش تاني نغير القانون بتاع 2017. ده من باب أولى. ده حضرتك ذكرت بند واحد بس وهو مراكز المعتمدة للتدريب. احنا شكلنا هنقعد الصبح. يعني الناس هيبقوا هيدونا وقت. طيب ادخل لنا في النقطة التانية. طيب عايزين نتكلم في حتة الشرائح اللي هي الخاصة بالمخالفات او نقاط النقاط المرورية اللي هتخصم. عايزين نبسطها للسادة المشاهدين عشان اللي ما سافروش بره ما يعرفوش يعني ايه نقاط. احنا هنقول في خمس، هنقسم المخالفات الى 5 شرائح. الشريحة الاولى، شريحة تانية، شريحة تالتة، شريحة رابعة، شريحة خمسة. في مخالفات شريحة اولى، في مخالفات على الصورة هيعرضوها الشباب. في مخالفات شريحة اولى، في مخالفات شريحة تانية، في مخالفات شريحة رابعة، في مخالفات شريحة خمسة. تمام. بالنسبة لهذه المخالفات، تمام، ارتكبت مخالفة من الشريحة الأولى تخصم منك نقطة. ارتكبت مخالفة من الشريحة الثانية تخصم منك نقطتين. ارتكبت مخالفة من الشريحة الثالثة 3 نقط، الرابعة 4 نقط، الخامسة 5 نقط. هو كم نقطة أنا واخدهم؟ أنت واخد 50 نقطة في السنة. في السنة؟ السنة خلصت بينزل لي 50 نقطة جديدة؟ بالظبط كده. وبيتمسح القديم زي الإنذار في الماتش. خلاص الدوري خلص، انت خلاص خدت 50 نقطة وخدت الجزاء الخاص بيهم. ايه الجزاء بقى؟ الجزاء الخاص بيهم ايه؟ بالنسبة لل50 نقطة، انت لو خلصتهم خلال السنة الترخيصية، في هذه الحالة بيكون في بالنسبة للعقوبات الادارية، او بيبقى في دورة تدريبية بتاخدها في احد المراكز المتخصصة اللي احنا اتفقنا عليها. تمام. اضافة الى الغرامات المالية الخاصة بالمخالفة اللي انت ارتكبتها، ال50 مخالفة في اطار ال50 نقطة. في فرق بين المخالفة هتدفعها
فورا؟ النقطة هتخصم منك. النقطة هتخصم تدفعها من خلال النيابة. نيابة المرور في نهاية السنة لما تيجي ترخص. لا هو انا الرخصة مش هتبقى كل 10 سنين زي دلوقتي. نظام الرخص زي ما هو مفيش اي حاجة فيه ان شاء الله. لكن احنا لما بنتكلم على النقاط المرورية فبنتكلم على النقطة الواحدة في الشريحة الاولى، النقطتين في الشريحة اتنين، النقطة تلاتة او الشريحة التالتة، المخالفات ثلاث نقط، اربع نقط، خمس نقط. جمعت 50 نقطة في السنة الترخيصية، في هذه الحالة بتخش بقى عبارة عن دورة تدريبية ودورة تدريبية ودورة تدريبية. بمعنى ايه؟ في دورة تدريبية لمدة 3 اسابيع، ودورة تدريبية اخرى 6 اسابيع او 3 اسابيع، ودورة اسبوعية وست اسابيع. ما انا حاليا وانا مقطوع لك يعني مش ورايا عيال عايز اربيه. طب انا هقول لك حاجة بقى اللي اكتر من كده. ان انت في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، يعني انت جبت 50 نقطة كمان خلال السنة الترخيصية، نعم، بتتضاعف العقوبة. العقوبة المادية بتضاعف، العقوبة المادية، وايضا بالنسبة للعقوبة الادارية والرخصة، او بالنسبة للسيارة بتحجز منك لمدة 2 سنين. رخصة السيارة انما مش هتاخدوا السيارة. رخصة لا، السلمة متقلب منك بالسيارة نفسها، بتحجز منك في بعض المخالفات لمدة 2 اسابيع زي مخالفة تجاوز السرعة المقررة. بس في حاجة جميلة في السرعة المقررة او في تجاوزاتك للسرعة المقررة. انت عندك مثلا الحد الاقصى للسرعة المقررة على الطرق السريعة مثلا هنقول 100 كيلومتر في الساعة مثلا. انت تجاوزت او بما لا يجاوز 20 أو 10 كيلومتر، يبقى انت ده دخلت في الشريحة التانية اللي هي غرامتها من 200 ل 400 جنيه. طب لحظة، انت الرادار هيقف وياخد منه الرخصة وهيقول لي مخصوم منك نقطة، ولا هيقول لي ادفع ال 150 جنيه هيعمل كله ايه؟ بقى هيبقى انا دلوقتي تجاوزت. كله هيبقى في اطار تكنولوجي وفي اطار نيابة المرور، ومن خلال نيابة المرور هيكون في هناك تعامل. الشريحة الاولى الغرامات المالية اللي هي الشريحة رقم واحد، الغرامات المالية هتكون من 100 جنيه الى 200 جنيه، الشريحة التانية من 200 جنيه ل 400 جنيه، الشريحة الثالثة من 400 جنيه ل 800 جنيه، الشريحة الرابعة من 2000 جنيه ل 4000 جنيه، الشريحة الخامسة من 4000 جنيه ل 8000 جنيه. أنت بتضحك ليه؟ على أساس المرور هيلبس كل السواقين الشريحة الخامسة. يقول لك لا إن شاء الله ما يلبسش. مش واخد ال 8000 جنيه. احنا بنتكلم في إيه يا أستاذ محمد؟ احنا بنتكلم في حتة إيه؟ في حتة إحنا مع التشديد. نعم. عشان تحقيق الردع ماشي يا سيدي، بس دون المغالاة في هذا التشديد. ما تغاليش اصل 8000 لان احنا دلوقتي بنقول ان احنا في اعباء اقتصاديه والمواطن برضه مهما كان احنا في ضيق وفي اعباء. لا، لازم يكون في احساس برضه بالمواطن مهما كان المواطن. وبعدين انا عايز اقول لك ال 150 دلوقتي بتطلع اي سواق لو يعني الرادار اللي هو بيقعد ممكن يقول لك خلاص خد الرخصه واستلف من اي صاحبي خلال فتره سماح الثلاث ايام. يعني ما بقتش زي الاول 50 جنيه خد وامشي. بالظبط كده. فانا قصدي لما انت توصل حتى ل 8000 جنيه خليك رحيم، اذا اردت ان تطاع مر بما يستطاع. ده انت عندك في مخالفات بتصل في القانون الجديد الماده 70 من 5000 جنيه ل 20000 جنيه في زي القياده بدون رخصه قياده او بدون رخصه تسيير، زي الاعتداء جنيه على احد رجال الشرطه، زي السير عكس الاتجاه. وفي السير عكس الاتجاه دلوقتي ب 3000 جنيه بالظبط هيبقى ب 20000 3000 جنيه ايه؟ وسنه حبس وجوبي. حبس وجوبي؟ طبعا عليك. سنه حبس وجوبي. ولا ما بياخدوش ال 3000 بس؟ عشان كده بنقول فعل القانون. شفت انت بتقول ايه؟ بتقول حبس وجوبي، انا بقول لحضرتك ايه؟ ايوه في حبس وجوبي. عشان كده انا بقول فعل القانون اللي موجود، فعل القانون اللي انت هتوجده او اللي هيطلع الى النور. كلما فعلت القانون وكلما هناك تواجد وكلما هناك وجود مروري حقيقي، انا اعتقد ان الشارع المصري هيتغير. القانون الجديد او التعديلات الجديده لا باس بها، ولكن نحن لسنا مع المغالاة في التجديد. نحن مع ان احنا برضو نشوف النسبة والتناسب ونشوف العقل والحكمة في عملية. وده لسه هيتناقش. هيتناقش في مجلس النواب. الامل في مجلس النواب. الامل ان شاء الله في مجلس. مع حضرتك هتبقى من المختصين اللي هيستمعوا لارائك يعني. ان شاء الله. واحنا من خلال اجهزة الاعلام والاعلام المروري هيبقى في الرأي والرأي الاخر. ما اتمنى اثناء المناقشة تشرفنا حضرتك مرة تانية، ونجيب رجل الأعمال اللي طرح فكرة قطاع خاص إن شاء الله. بالظبط كده. يعني ليه لا؟ ونجيب غيره. ونجيب غيره. ونجيب غيره. ونفتح نقاش في المصرف أفندي أول هذا القانون ما اتحرك من مجلس الدولة للبرلمان. 30 ثانية عايز تقول إيه؟
لان تتر البرنامج نزل. عايز اقول ان في حاجه دلوقتي عدى معاك بسرعه ازاي؟ اصل انا سكت، انا فاكر انت هتختم. لا لا لا. طيب حاجه جميله برضو يمكن صرح بيها سيادة رئيس مجلس الوزراء، وقال ان هناك خروج وانشاء للمجلس القومي للمرور. طب ده حاجه حلوه جدا. طب ما هو قبل كده كان في انشاء للمجلس الاعلى للمرور والمجلس الاعلى لتحقيق السلامه على الطرق. المشكله مش في مشكله انك توجد مجلس، المشكله انك تفعل اعمال هذا المجلس ويكون هناك قرار ملزم لكل الجهات المعنيه المسؤوله عن اداره الشارع المصري. اتمنى تكون هذه الفقره وصلت لاعضاء البرلمان اللي فورا اول مشروع القانون ما ينتهي مجلس الدوله من قراءته ومعرفه مدى مطابقته للدستور يرسلوه الى مجلس النواب. في المصرف افندي عندما ستبدا المناقشات هيشرفني مره اخرى سياده اللواء احمد عاصم وممثلين من البرلمان ورجل اعمال اللي قال عليه اللواء احمد عاصم ممكن نشوف قطاع خاص لتنظيم المرور في مصر. في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم اللي نورنا النهاردة اللواء أحمد عاصم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالمرور السابق، والذي لا يزال يمتعنا بحديثه عن المرور وجعله مادة محببة لنا عبر الإعلام الرسمي في التلفزيون المصري. بشكرك. شكرا. حلقة انتهت معاكم، وقبل ما اختم رحم الله شهداء مصر الأبرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته وأن ينزل الصبر والسلوان على قلوب ذويه. سلام عليكم.